الشيخ عزام السلامة إمام مسجد المؤمنين في الخليل اعتبر تحديد خطب الجمعة من قبل وزارة الأوقاف هو تقييد لعمل الخطباء وتدخل في شؤونهم لتصل الأمور إلى حد المحاسبة. بحاسبوك يعني ممكن تصل يعني تحقيق في الوزارة أو غيره، ممكن يعطوك إنذار تنبيه. في بعض الشيوخ توقفوا لعد للخطب يعني تكلموا في أمور فقالوا لهم مناش تخطبوا، خلاص خليكم بدون خطبة. هذه القضية كانت حاضرة في اللقاء المركزي الثاني للأئمة والخطباء بتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مدينة رام الله. الوزارة أكدت أنها تراقب جميع الخطب في المساجد وتحاسب من يستغل وظيفته لأغراض حزبية أو تحريضية. لا نسمح باستغلال المساجد لأغراض حزبية، لا نقبل ذلك، وهذا مخالف للدين، مخالف للقانون، مخالف لوحدة المجتمع. أي إنسان يسخر المسجد أو المنبر لخدمة أهداف وأغراض حزبية نحن نحاسبه ونتابعه ولا نسمح. وزارة الأوقاف حددت خطبة موحدة في جميع مساجد الضفة بعد أحداث الانقسام الداخلي المؤسفة. بعض المراقبين رأوا ذلك تعديا على حرية الرأي والتعبير مع تحفظهم على بعض خطب الجمعة. نأمل أن لا تكون هذه الخطوة في إطار الاتجاه لتقييد الحريات واتجاه تقييد أو مراقبة التعبير عن الرأي في القضايا الوطنية العامة. أماكن العبادة تستخدم من حين لآخر في اتجاهات أو لصالح نزعات فئوية. المواطن الفلسطيني في مدينة رام الله انقسم إزاء هذه القضية ما بين مؤيد ومعارض. والله بالدين خطب الجمعة يعني المفروض حسب الدين تتناول الأوضاع المعيشية للناس ويحثوهم على الدين وهذا، والأمور الملمة يعني والمحيطة وال يعني اللي بتكون بذلك الوقت، يعني من حق خطيب الجمعة يتناولها ويحكي فيها، يحكي اللي بدي اياه. احنا في بلد ديمقراطية، مرات بيغلطوا على الدول على الحكومات بتصير. الشيوخ بتكون تابعة لفئات ثانية، تكون محرضة على إشي يعني غير صحيح للناس، ممكن يعني يكون بعض الشيوخ ولا كلهم؟ بعض الشيوخ ممكن، لا بعض الشيوخ مش كلهم، في إشي ماشي على طريق صح وإشي ماشي على طريق غلط. لا تقتصر هذه القضية على الضفة، فقد أكد مصدر مطلع رفض الإفصاح عن نفسه أن أئمة القطاع أيضا يتعرضون للمراقبة في خطبهم ويحاسب بعضهم في حال انتقادهم للحكومة المقالة هناك، لكن ذلك غير معلن. نزار حبش من مدينة رام الله، تلفزيون القدس.